الوصية الأولى وصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام قال فاصفر بذات الدين والخلق تربت يداك. ده بالنسبة لاختيار المرأة. وبالنسبة للرجل قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهنا الدين أهم شيء بالنسبة للرجل، وهناك الدين أهم شيء بالنسبة للمرأة. فلو يتقدم أحد لبيتك تنظر لدينه وأخلاقه أول حاجة. وكذلك الزوج الرجل المتقدم ينظر إلى دين وخلق المرأة أول حاجة قبل الحاجات الثانية كلها. وأساس الدين يا جماعة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، قال أساس الدين شهادة أن لا إله إلا الله، اللي هو العقيدة في ربنا سبحانه وتعالى. إن الزوج والزوجة في اختيارهم لابد أول حاجة يكون عقيدتهم في الله براو، ما عقيدتهم في شيخ ولا قبة ولا طريقة ولا غيره. نمرة اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. أفضل متاع في الدنيا ما البيت ولا الحديقة ولا المصنع ولا الرصيد في البنك، أفضل متاع الدنيا الزوجة، لكنها تزوجة الزوجة الصالحة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى الشاب الذي يريد الزواج يحرص على صلاح المرأة قبل المرأة ذات، ويحرص على اختيار الدين والإيمان والتقوى والأسرة المربية الصالحة قبل شكل المرأة الخارجي. وربنا سبحانه وتعالى يجمل الفتاة ويجمل المرأة ويجمل الرجل ويرزقهم من واسع فضله إذا كانوا متقين لله عز وجل. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الوصية الثالثة تيسير الزواج يا جماعة، وعدم المغالاة في المهور، ومساعدة الأولاد عندنا في البيوت والبنات، بناتنا في البيوت على الزواج، وإن نسهل لهم الأمر. الآباء والأمهات ما يبقوا معقدين، إلا يجيك ود عمك وإلا يجيك بنت أختك ود خالتك وإلى آخره. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والآن حصلت الفتنة وانتشر الزنا والخنا والرذائل بسبب تعسير الزواج والعراقيل الباطلة في الزواج، إنه ده والله ما من جنسنا، أو ده حر أو ده ما حر، وده كله باطل وجاهلية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، إلى آخر الحديث. الوصية الأخيرة يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في مسألة ترخيص المهور، قال إن في معنى الحديث إن بركة المرأة تزيد إذا كانت مؤونتها قليلة، وبركة الزوجة تنقص إذا كان الإنفاق والمؤونة والتكلفة في زواجها كثيرة. فيسر الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام اتزوج صفية بنت حيي، ما كان في الكرامة والعزومة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام ولا كيلو لحم واحد ولا ربع لحم ذاته. وده منو يا جماعة؟ ده سيد الخلق، ده سيد الناس، سيد الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام. فرشوا لهم زي مصلاية، وأي زول جاب شعير مليت يده، وقمح مليت يده، وتمر مليت يده، فكانت تلك وليمة الرسول سيد الناس صلى الله عليه وسلم. فشوفوا كيف الزواج كان سهل وميسر. فنتفق كلنا على تيسير الزواج. البنات كترا والبيوت ملانة بالبنات، والله والأولاد والرجال عزفوا عن الزواج. لو اشتغل 40 سنة واغترف في السعودية وفي الكويت وفي الإمارات ما يقدر يلم حق الشيلة ولا حق المهر، لأنه أم المرأة أم العروس زايرة، وحبوبة العروس زايرة، وأم حبوبة أم خالة العروس زايرة، وهلم جرة. ده كله باطل يا جماعة، ودي ما من أمور الإسلام. والزواج ليس
مكسبا للغنى بالنسبة لأب أو أم الزوجة والمرأة، وإنما عفة وستر للرجل الزوج وللفتاة الزوجة. فيسر بارك الله لكم وبارك عليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير، ونسأل الله عز وجل يجزي جميع الحضور خير الجزاء من الأهل والأحباب والأقارب وكذلك المشايخ من السفارة السودانية، نسأل الله عز وجل يعينهم ويوفقهم ويسددهم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.